اهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس البيانو. دلوقتي احنا في ليفل 2، اتفقنا ان في ليفل 2 هنجري شوية. المرة اللي فاتت خدنا دايرة الخمسات اللي هي السلالم اللي في دايرة الخمسات، النهاردة هناخد دايرة الرابعات، ويبقى كده خلصنا السلالم اللي هي كلها ميجر، وبعد كده نتكلم عن السلالم الماينر. واتفقنا ان السلالم هي اهم حاجة في المزيكا، لان المقطوعة او الاغنية او اي حاجة بتلعبها في المزيكا بتكون تابعة لسلم معين، فعشان كده لازم نعرف السلالم. بعد كده طبعا هتعرفوا كوردات السلالم دي، فتعرف تألف مزيكا، تعرف تلعب أغنية، تعمل اللي انت عايزه. فهي السلالم طبعا حاجة أساسية جدا في المزيكا. تعالوا مع بعض نشوف السلالم النهاردة، دايرة الرابعات. دلوقتي بقى هنبدأ في دايرة الرابعات. دايرة الرابعات بتبدأ برضو بسلم سي اللي هو ما عندوش علامات تحويل خالص، اللي هو سي دي اي اف جي اي بي سي. ليه سميناها دايرة رابعات؟ عشان هبتدي بقى أعد أربعة من السي، يبقى سي دي إي إف، يبقى تاني سالم هيكون إف، هيكون عنده علامة تحويل واحدة اللي هي البي فلات، هيبدأ إف ينتهي إف، يبقى عنده علامة تحويل واحدة اللي هي البي فلات. ممكن تلعب الإف ده عادي أو ممكن الإف ده من هنا. طبعا ده الفري هاند ستايل، لان انا حتى هنا لعبت نغمتين بصباع واحد. زي كده. اهم حاجه في البيانو انك ما تعملش ايد صباع فوق صباع، او مثلا كده او مثلا كده، هو ده اللي غلط، انما ممكن تعمل ايدك كلها كده او كده عادي. تعالوا نشوف السلم اللي بعده. يبقى كده خدنا سلم سي وسلم اف، بقى من الاف بقى هنعد 1 2 3 4، يبقى السلم الجاي هو بي فلات، هيكون عنده علامتين تحويل هما البي فلات والإي فلات. السلم اللي بعد كده هيكون سلم إي فلات، لأن لو عدينا أربعة من ده 1 2 3 4 هيبقى سلم إي فلات. هيبقى سلم اي فلات عنده 3 علامات تحويل هما البي فلات اي فلات اي فلات. بعد كده هيكون عندنا سلم اي فلات، طبعا كل السلالم دي ميجر. اي فلات هيكون عنده 4 علامات تحويل، بي فلات اي فلات اي فلات دي فلات. السلم اللي بعد كده هيكون دي فلات، هيكون عنده 5 علامات تحويل اللي هما البي فلات اي فلات اي فلات دي فلات جي فلات. يبقى اهو دي اي فلات اف جي فلات اي فلات بي فلات سي وبعدين دي فلات. السلم اللي بعد كده هيكون جي فلات، هيكون عنده 5 علامات تحويل هما بي فلات اي فلات اي فلات دي فلات جي فلات. يبقى هنبدأ من عند جي فلات اهو، المفروض ان كده دي نغمة جي تبقى دي جي فلات اهو، جي فلات اي فلات بي فلات سي فلات، يعني بي اللي هي المفروض دي السي العادية تبقى سي فلات اللي قبلها على طول، يبقى وبعدين دي فلات اي فلات اف عادية بي جي فلات. اخر سلم هيكون سي فلات، سي فلات دي السي العادية، هناخد سي فلات اللي هو تعتبر نغمة بي، بس ما بقولش عليها هنا بي، بقول عليها سي فلات. وهنا يكون عندهم طبعا كلهم فلاتس بقى، اللي هما هيبقى بي فلات اي فلات اي فلات دي فلات جي فلات، وبعدين كمان هيكون عندنا النغمتين الزيادة اللي هي الاف فلات وطبعا السي فلات. اهو ده كده سي فلات دي فلات اي فلات اف فلات اف فلات اللي هي تديني اي برضو في الاخر، جي فلات اي فلات بي فلات وبعدين سي فلات. يبقى
يبقى هي دي كده دايرة الرابعات اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة. اخر حاجة عايزين نقولها هو تمرين للسرعة، عشان تبقى خدت دايرة الرابعات ودايرة الخمسات ناخد اي تمرين كده للسرعة. السرعة عشان نعملها مظبوطة نعمل ايه؟ اختار اي سلم يعجبك سواء دايرة رابعات او دايرة خمسات، وابتدي العبه بطيء وبعدين سرع واحدة واحدة مع التيمبو. تعالوا ناخد سلم سهل مثلا زي سلم سي. وبعدين نسرع شوية. نسرع أكتر. افضل بقى شغال في التمرين ده كتير كده، رايح جاي رايح جاي. ماشي، تعالوا نشوف سلم تاني مثلا، لو سلم مثلا حاجة من اللي خدناها النهاردة F مثلا. نشوف سلم تاني مثلا سلم اي فلات مثلا، يبقى ده. وابتدي سرع ايدك شوية. خدتوا بالكم ان انا ما بهتمش قوي ان صوابعي مثلا ايه يعني مثلا مش بنفس التكنيك بالظبط كده وانقل كده وكده، لان المفروض الصوابع السودا فوق، يعني بيقولوا المفروض ان نلعبها بدول، ما ينفعش ده يطلع فوق خالص، بيقولوا كده بس مش عارف بصراحة قوي، بس هو المفروض ده بيبقى اريح يعني. ده في المناهج الكلاسيكية الناس اللي بيقولوا دول، فبيقولوا ما نطلعش بالصباع ده فوق، مع ان ما فيش مشكلة، بشوف الناس دايما بيلعبوا بيه وخصوصا الناس بتوع الجاز وكده. بس طبعا في المزيكا الحديثة مش الكلاسيكية القديمة بيديك حاجة اسمها فري هاند ستايل اللي احنا قلنا عليه، يعني اي صباع في اي حتة، بس المهم ما تعملش سكيب، ما تقلبش صوابعك فوق بعض. طب وانا بعمل دلوقتي هل انا بقلب صوابعي ولا ايه؟ لا انا بعمل كده مثلا كده اهو كده، فتحت ايدي تاني للبوزيشن الجديد، يعني ما عملتش كده مثلا كده وبعدين عملت كده كده، هو ده اللي غلط. فهو بدأت ده لما عملت كده فتحت ده كده مجال جديد ان يقدر يلعب. طبعا ده يديك بقى مساحة في الارتجال حلوة جدا، فتقعد بقى ايه تنقل على السلم براحتك. عايز تلعبه اكتر من كده ماشي. طبعا السلالم دي هي روح المزيكا. تعالوا نجرب اي سلم تاني. لو لعبنا مثلا سلم ايه مثلا جي مثلا اللي اخدناه في دايرة الخمسات. انا كده بعمل ايه؟ برتجل. طبعا ارتجل زي ما انت عايز، بس مهم ما تعملش سكيب لايدك كده او كده. دي حاجات بسيطة يعني، طبعا كل ده يعتبر بايد واحدة، تقدر تعمل برضو بالايد التانية نفس الكلام. فيبقى كده بنشغل الايدين، تمشي دي شوية وتمشي دي شوية. شوية تكنيكس كده يعني تساعدك مع السلالم، اقعدوا جربوا ايديكوا عليها كده، هتلاقي بعد كده ايديك بقت اسرع وتبقى مستعدة بعد كده بقى للحاجات الايه للكوردات وحاجات زي كده، لان بعد كده اليمين بتعمل سولو مثلا والشمال بتعمل كوردات، او الاثنين بيعملوا كوردات، فمثلا حاجة زي كده مثلا. لسه بعد كده هنعرف بقى شوية كوردات وحاجات زي كده تساعدنا مع السولو. طبعا زي ما شفنا كده السلالم مهمة جدا، دي لازم حفظ بقى، احفظ السلالم دي ان شاء الله هتاخدهم كل يوم سلم ولا حاجة، اقعد احفظهم. عايز تكتبهم ورقة وقلم ماشي، عايز تحفظهم كده ماشي، عايز تحفظهم بصوابعك ان تقعد تلعبهم كتير لحد ما صوابعك تحفظ ماشي، بس هما طبعا مهمين جدا جدا،
هيفيدوك جدا في كل حاجة، في المزيكا، في التأليف، في الأغاني، في كل حاجة تتخيلها في المزيكا هي معمولة من السلالم. بعد كده هناخد بقى حاجات الماينر والحاجات دي، بس هتبقى سهلة يعني، يعتبر بندرس مزيكا نظري أكتر كده عشان مستواك يعلى في البيانو. بعد كده هديكوا شوية كوردات وشوية حركات، هننبسط إن شاء الله في ليفل 2 ده مع بعض في البيانو، وهشوفكوا على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا.